هو التمر تعتبر مادة غذائية مهمة ضرورية بالنسبة للجسم ديالنا، ولكن المشكل تنكثروا الحديث عليها غير في رمضان، في حين أن مادة غذائية اللي خصها تسلك يوميا طيلة السنة ماشي غير في رمضان، نظرا للقيمة الغذائية ديالها. والتمر هو فاكهة جافة، وما خصناش نخلطوا ولا نجمعوا ما بين الفاكهة الجافة والفاكهة المجففة، بحال دابا الشريحة والزبيب هي فواكه مجففة ماشي فاكهة جافة، وبالتالي فالتمر تبقى بالنسبة لي أنا أعلى قيمة غذائية. وما نعم عندهم نفس القواعد، عندهم بعض الأمور اللي هي مشتركة بيناتهم، ولكن التمر تبقى عنده واحد القيمة غذائية اللي هي كبيرة بزاف، فهو تعتبر مصدر مهم بالنسبة للسكريات. داكشي علاش خصنا نبداو الفطور ديالنا به، السكريات اللي هي بسيطة سريعة مهمة بالنسبة للجسم ديالنا، مصدر مهم بالنسبة للألياف الغذائية اللي تتلعب دور الوقاية من المشاكل ديال الجهاز الهضمي، خصوصا مشاكل ديال السرطان الجهاز الهضمي ولا مشكل ديال القبض. هاد الألياف الغذائية تتساعدنا باش نتخلصوا من السموم اللي كاينة في الجسم ديالنا، تتساعدنا باش نتخلصوا من الدهون اللي كاينة في الجسم ديالنا. بالإضافة لهذا أن التمر هو منجم للفيتامينات والأملاح المعدنية، تلقاو فيه البوتاسيوم، تلقاو فيه الكالسيوم، تلقاو الفوسفور، تلقاو الحديد، تلقاو المغنيسيوم، تلقاو المنغنيز، تلقاو الزنك، تلقاو الفيتامينات المجموعة باء، وبالتالي فالاستهلاك ديالو مفيد ومهم وضروري بالنسبة للأشخاص اللي ما تيعانيهم حتى شي مرض. أكيد ملي تيولي عندنا مرض من الأمراض ما تنبقاوش نهضروا على نفس النصائح. فبالنسبة للأشخاص اللي ما تيعانيهم حتى شي مرض، الاستهلاك ديال التمر أنا بالنسبة لي تيخصو يتم بشكل يومي. جميع أنواع التمر لها قواسمها المشتركة، وتقريبا كلها عندها الفوائد ديالها، غير ناخذوا التمر اللي على حساب القدرة الشرائية. الله يحسن العوان، كاين اللي قادر يشري التمر ب 20 درهم، كاين اللي قادر يشري ديال 60 درهم، كل واحد على حساب المستطاع. غير هو راه عنده تقريبا نفس القيمه الغذائيه. الاستهلاك ديالو ممكن وحده جوج ثلاثه اربعه خمسه على حسب الاستهلاك ديال الشخص. طبعا الحال ما غنمشيوش الكيلو في النار، ما غنمشيوش نص كيلو في النار، لان في اي حاجه الشيء اذا زاد عن حد انقلب الى ضده. غير هو نبداو الفطور ديالنا بالتمر غيكون مزيان. وانا ما كرهتش حتى في السحور ناخذ التمر، يعني ناخذه في الفطور وناخذه في السحور، لانه مصدر مهم كما قلت للسكريات والطاقه الانرجي اللي غيدوز بها الانسان اليوم ديالو الموالي. وبين السكريات سهله الامتصاص، يعني بما نجينا ناكل التمر السكريات ديالو سكريات بسيطه تدوز بسرعه للدم وتترفع لنا نسبه السكر في الدم، بالتالي ما تيبقاش فينا داك الجوع بزاف. داكشي علاش خاصنا نبداو به الفطور ديالنا.